هنا المنصورة يجب أن نستمع. المنصورة تكاد تكون العاصمة الثقافية لمصر. المنصورة فيها كتير جدا من ركائز ورموز القوى الناعمة المصرية. النخبة الثقافية في محافظة الدقهلية وفي العاصمة المنصورة نخبة رفيعة ذات شأن. ليست فقط السيدة أم كلثوم، وليس فقط عالم الفضاء الدكتور فاروق الباز، وإنما نخبة كبيرة ممتدة من العلماء والمفكرين من الفلاسفة والأدباء في مجالات مختلفة. في مجال الطب الدكتور محمد غنيم عمل تجربة عظيمة جدا في مركز الكلى في المنصورة، امتد مع الدكتور حسن أبو العينين، وفي تجربة في الكبد ممتازة مع الدكتور جمال شيحة. إنما بس المدرسة الطبية هي المتميزة في المنصورة، إنما مدارس وتيارات ثقافية مختلفة تمتاز بها المنصورة ومحافظة الدقهلية. ما هو الجديد إذن؟ الجديد أنه في 2018 مركز الحفريات جامعة المنصورة توصل إلى اكتشافات متتالية رائعة بالنسبة إلى تاريخ العلم. مركز الحفريات جامعة المنصورة بيشتغل بدرجة عالية جدا من الكفاءة، أو درجة عالمية من الكفاءة، سواء في الفيوم أو في صحراء الوادي الجديد أو في صحراء الواحات المصرية في أماكن مختلفة، من أجل النظر في التاريخ الطبيعي للعالم والتاريخ الجيولوجي للأرض. هذا الفريق الرائع تشرفت بلقائه فيما قبل لحفل مجلة ساينتيفيك أمريكان كان في القلعة في مصر، وقابلت رئيس الفريق الدكتور هشام سلام، وفي نخبة ممتازة مع الدكتور هشام الأساتذة والدكاترة ثناء السيد وإيمان الداوودي وسارة صابر ومي الأمير وفرحات إبراهيم. هؤلاء العلماء والباحثين المتميزين اللي هم الحقيقة شرفوا العلم في مصر بأن هم نشروا في أكبر الدوريات العلمية في العالم نتائج مذهلة لأبحاثهم في مجال الحفريات. 2013 بدأوا، 2018 أصبحوا حديث العالم. لما تشوف دلوقتي مواقع عالمية كتيرة جدا، من CNN إلى روسيا اليوم، من صحف أوروبا إلى صحف الصين، الكل يتحدث فيما يختص التاريخ العلمي عن هذا الفريق الممتاز من جامعة المنصورة. أبرز إنجازين على المستوى العالمي والتاريخي لهذا الفريق في جامعة المنصورة، نمرة واحد ما يتعلق بالقرود البدائية. القرود البدائية بتدي درجة عالية من المعرفة عن تطور الحياة على كوكب الأرض، تسمى الليمور، موجودة في مدغشقر وحواليها فقط، مش موجودة في أي مكان آخر في العالم. علميا ويقال عبر التاريخ إن مكانها وموطنها الأساسي مدغشقر والمنطقة الموازية من الساحل الإفريقي. إنما هذا الفريق قدر يكتشف أن الليمور كانت موجودة في مصر قبل ذلك بكثير، وأنها انتقلت من مصر عبر دول إفريقيا حتى وصلت إلى مدغشقر. وده من شأنه إن يغير كتير جدا في التاريخ الحيوي للكائنات اللي موجودة على كوكب الأرض، ويغير كثيرا جدا فيما يخص النظرة إلى القردة البدائية أو الأولية الليمور. الاكتشاف الثاني المذهل إن هم وقعوا على أول ديناصور يكتشف في إفريقيا. مفيش قبل كده اكتشاف ديناصور في إفريقيا، ده أول ديناصور في القارة الإفريقية يتوصل إليه فريق جامعة المنصورة الممتاز. هذا الفريق البارع قدر يكتشف في إطار عمله في مجال الحفريات هذا الديناصور اللي ممكن يعود إلى أكثر من 70 مليون سنة، وده يخلي حسب روسيا اليوم ومواقع أخرى يجري التفكير، هل كانت إفريقيا وأوروبا قارة واحدة؟ لأن الديناصور ما كانش موجود في إفريقيا، كونه موجود في إفريقيا معناه أنه كان يتحرك بين القارتين الآن، أو قارة واحدة إفريقية أوروبية فيما قبل. ده بحسب صحف دولية هيؤدي إلى إعادة النظر
في التاريخ الطبيعي. ده كلام جديد جدا مهم جدا في مجال الحفريات وعلوم الأحياء والتاريخ الجيولوجي للأرض. هنا لازم نوجه تحية لجامعة المنصورة المحترمة والناجحة والمتميزة، ونوجه تحية إلى مركز الحفريات في جامعة المنصورة الذي شرف العلم في مصر بما وصل إليه من إنجازات ممتازة ولا يزال يواصل. وهنا النقطة الجوهرية، رغم أن كتير جدا رهنوا على الجامعات الأجنبية في مصر، رغم المصاريف الأسطورية للجامعات الأجنبية في مصر، رغم المكانة الاجتماعية الكبيرة اللي بتحظى بها الجامعات الأجنبية في مصر، ورغم نظرة الإبهار غير الموضوعية للجامعات الأجنبية في مصر، إلا إن وقت الجد بنلاقي الاكتشافات الكبرى من جامعة القاهرة، من جامعة الإسكندرية، من جامعة أسيوط، من جامعة طنطا، من جامعة الزقازيق، من جامعة المنصورة، من الجامعات الوطنية المصرية. ده مش معناه الجامعات الأخرى غير وطنية، إنما أقصد الجامعات الحكومية الوطنية المصرية اللي هي مش جامعات أجنبية ذات ثقافة أجنبية ورسوم مرتفعة جدا، وبقت مجال للتباهي مش مجال للمعرفة بشكل رئيسي للأسف الشديد. دلوقتي بلاقي إن إنتاج العلم اللي توقعنا يكون من الجامعات الأجنبية، إلا إن إنتاج العلم في مصر على محدوديته لا يقارن إطلاقا بأوروبا ولا أمريكا ولا اليابان ولا كوريا، على محدوديته، إنما ما يتم إنتاجه يجري في الجامعات الوطنية وليس في الجامعات الأجنبية ولا فروع الجامعات الأجنبية في مصر. تحية مجددة لجامعة المنصورة.